الحمد لله رب العالمين، نشكر الله سبحانه وتعالى kwa kutuafikisha kuifikia siku ya leo na hasa baada ya kupata bahati ambayo wenzetu pengine wangetamani na wao waipate ya kuweza kujumuika pamoja na kuswali salatu maghrib. Lakini sisi tumepata bahati hiyo, Allah tumekuwa hai tumeiwahi sala hii. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuiwahi sala tuisha, atuwake salama mikwani kufanya biashara kama tulivyoelezea. Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ingizi kwa kweli kwa binadamu wao kwa msaada Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maana annana mutaridduna fahad, hii inaonyesha kwamba tukisikapa tutafuta na kufuta fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo. Wa antum jumla min al-aqwa wal-wala wal-awlad al-mujtami'un fi hadha al-an fi hadha al-waqt wa li ajri sanatakallam an fa'idat al-shabab wal-zaman فضائله إنه وما جعله الله تعالى الذي أعطاه الله إياه. أنا سمع الحبيب قال تمك سنك هذا إقبال كنا نبيا كنا وتو فنجمانا واتوا ذكر za kutumia wakati mzuri kwa watu wenye umri kama huu, kutumia wakati mzuri na fadhila zake wema katika kutumia na mambo mengine yaliyohusiana na watu. Wa hata naama nahnu ma anha annaha tamuru ala marahil fil insani wa laysat kullu marhala tashbah al ukhra bal kullu ميزة عن الوقت لها شؤونات حتى أن الذي جاء الذي جئت فيه لعمرك الذي أنت فيه. أنا سيما كون با عمري أن باو تومي بطيانا زيترا يوتا فوو نا بيلة بيلة آلي أن باو تومي بطيانا هو زيترا فوتيانا بيلة ويو وكوجو ينسياني كان يكاتي مبالي منذ أن جعل الله سبحانه وتعالى أبينا آدم وخلق أبينا آدم وجعل ذريته في ظهره، هذا دخولنا في ظهر آدم وخروجنا من عالم الأرواح إلى عالم الأشباح، فصرنا الآن في ظهر أبينا آدم عالم كبير يسمى عالم الذر. ولكن هل نحن مسؤولون عنه؟ لا، نحن لسنا مسؤولون عنه. متى يبدأ مسؤولية الإنسان في عمره؟ عند ولادته وخروجه من بطن أمه. نعم، أنا سمع كما عمري ومن أعلم كنا أنزا فلنا كوزالي ونبقل الدنيا بس سيزدو هيفي عمري ومن أعلم كمي أنزا توكي ألقو أمبو نبي آدم وسبابه تلفوا كتك سلبياك. لكن مسؤولية يعني ذمانة يكوتمي عمري واكو نكو مكلف كتك عمري واكو ونأنزا كتجان ليس تكليف غير التكليف، مسؤولية بس. مسؤولية يعني أولى ضمانة إن 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 هذا كتك كتجان أكسمة قم بضمانة إن هذا فالي أمبابو ونزليوا فالي إن ضمانة إن كوانزا. لكن عمري وقبل هافو هنا ضمانة ناو وكو ونا ما يكون يعني يوتي. فرق بين التكليف والمسؤولية، فالمسؤولية هي ما يجب على الأب والأم عندما يخرج ذلك الطفل إلى الحياة، مسؤولية عليهم. ها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، فهذا خرج إلى ظهر الدنيا، فأمام الوالدين مسؤولية تجاه ذلك الولد. أنا سمع كنا تفاوتي بين يمنكم بموجة نتكليف يعني كاليفيشوا na tofauti yake baina ya majukumu na kukalifishwa na kwamba unapozaliwa basi masuhulia yani majukumu yanakuwa na wazee wawili katika mtoto
lakini taklifu haipo katika wakati huo. هذه المسؤول هذا وجود الانسان على الدنيا. هل مرور الانسان من الطفوله يصير شابا بالزواج ثم بعد ذلك لا عندما يكون كهلا يعني يصير عمره 35 إلى 50 سنة هل تكون مثل الشباب يكون مثل ما على الصبي أو على الشاب أو على الكاهن لا فكل مرحلة من ما يرضى أن يلعب وإذا جئنا قلنا للصبي الصغير تعال امسك مسؤولية الإدارة الفلانية ولا kamwambia kijana ucheze atakuwa hakubali kwa nini tena yeye akukaa kache na vile vile mtoto ukampa majukumu makubwa ya kusimamia masuli fulani da eh atakuwa hawezi kwa nini kwa sababu kila marhala watofokara almutaklif chap anasema katika ambao na kukalifishwa basi ni umri wa ujana kwa hiyo atapendelea yeye kuzungumzia umri huu na wakati huu wa ujana na masuhulia yake wa hiya almarhala min 15 sana ila alkhamisa wa kuanzia miaka 15 mpaka miaka yasemuha ahl alinsan wa ghayruhum min ahl zahir alyawm sunna almarhala almurahaqa yasemuha bihadha وعلم وانا 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 وتفسير عمري هو انه مما سمي الشاب نعيد السؤال وانا منيني كجانا لا الغرض ان تكون قويه وشابه وتكون غرائز ما معنى غرائز من حب الشاب وحب الله والقوه في لأجل ذلك إخواني الشباب يجب عليكم واجبا أن نعلم كيف تلك المرحلة أنت عرفت أنك في هذه المرحلة ستكون عندك ميل إلى الشهوات وسيكون عندك رغبة في في الأعمال ويكون عندك حب المكانة والتطلع والقوة matamani kwa hiyo ataweza kuishika nafsi yake kila saa yeye anamjia قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول نصرت واكثر الذين كانوا انا akasema kwamba tunusra sisi kutokana na hawa vijana na umri ambao unaendana na huu ujana 20 na 25 لو سألتكم سؤال وقلت ما ليش كانوا أصحاب عام 30 و40 من الناس عقلاء
راسخين فاهمين جاءوا هؤلاء الشباب فنصر ما السبب تجيولي زي بسي سبب جاني لوفا هوا بجاء نصور متوم صلى الله عليه وسلم ya hapo ambao umri ambao kila mmoja akili yake imetulizana na kuanzia umri wa 30 na tangu kwenda kwa nini isiwe huu umri ni umri ambao mtu kuwa kisha ujana kwa nusura uja katika umri wa ujana kwa hiyo anataka ahadi ana mtu anatambua anaweza kujibu هناك أسباب أولها أنهم علموا أنفسهم فكأنهم هو السليم لأنفسهم أن يوالوا وهذا نسير كل يقتل شكواه من صلى الله عليه وسلم ونمتومة ننمتومة كل ما قال وكما أمين بكل أجل كلمة كل الله صلى الله عليه وسلم كان عقول نعم ولكوا وكيشو Muhammad anawaambia kwa nguvu kabisa na kwa kusikiliza usikivu kwa mzuri na walikuwa wanaamini kwamba haya anayosema ni ya kweli. Yaqulu lahum if'al kadha yaf'alu. La taf'al kadha ijlis fi al-makan. Kwa hiyo walikuwa wakifuata amri za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akiambiwa kaa anakaa, akiambiwa nenda anakwenda, akiambiwa rudi anarudi. Kwa hiyo walikuwa katubali zile amri za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hada yadu ani shabab. Yadulun ninachoonyesha nini nyinyi wa vijana nini ninachoonyesha katika hali kama hii yadullu ala annaka ya shab la tastati' an taquda nafsak liwahdak hii inachoonyesha kwamba ufahamu kwamba wewe kijana huwezi kuiendesha nafsi yako peke yako fala budda alayka an tad'a nafsaka bayna yaday rajul qa'id fahim 'arif na kwa hiyo ni lazima ujifahamu kwamba wewe kijana huwezi kuendesha nafsi yako mwenyewe bali lazima uisalimishe nafsi yako kwa mtu ambaye ni kiongozi mlezi anaweza kukuongoza al-amr athani jambo la pili istidadahum wa hum shabab an yataqabbalu kullu tawjih wa istidadahum an-nafsi wal-amali wal-haraki anhum musta'idin anhum ya'malu ويقوموا ويصنعوا وتكون على ايديهم الخدمه والنصره هم مستعدين ذلك لكن لو كان الكبار في السن او الذين هم كهول او شيوخ هيحملوا هذا الكلام لا نستطيع هذا نستطيع كذا لا نستطيع كذا نستطيع كذا لا نستطيع كذا لكن الشاب لا يكون عنده استعداد قوي نعم ولما جambo la pili lilowafanya waweze kuweza kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kule maandalizi yao waliojiandaa istidadu angelikuwa umri ambao walikuwa sio vijana zaidi ya hapo ingelikuwa wanaweza lakini tunaliweza hili tulifanye hili tusifanye lakini vijana hawana tabia hiyo kwa sababu ya nguvu zao na uwezo wao kwa hiyo walikuwa tayari kusimamia kile ambacho kinaelekea kwao katika masuhulia katika ile zamani ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapa wa anta akhi shab anta akhi wa indak lakini idha lam ta'rif qudratak wa istidadatak lan tastati' an tasna'a shay'an anasema na wewe kijana ambaye upo katika hali sasa hivi basi wewe ni kijana ukiwa umejana kwa hiyo una uwezo wa kuyafanya yale ambayo wataalam anna marhala tashama baadaha yanbani alayha kul ma yakun baadaha min najah min fawz مرحله ايش الشباب انا اسمع مرحله هي المرحله ambayo ukafaulu kwa marhala ambayo utaweza kufanya wewe mengi na kuyatengeneza mengi katika mambo ya kijana ya ilma yaqin anna hadha marhala min a'zam mur ala al-insan ni ngamba ambayo ni ngazi bora kabisa ambayo yajib alayka ma daqiqa fiha na kupasa wewe upate faida ambao unakupenda wala
usipoteze wakati. Nani sallallahu alayhi wasallam ni'matan kathira min an-nas. الصحة والفراغ والاجتماع عند أحسن فيها أحسن في حياته وإن أساء فيها أساءت بقية حياته. أنا سأقول نعمة بيلي ولا خسارة وين قد كان نعمة بيلي هزو يعني سي حياكو وكيوزا كفاني كيو نتكا وكتواكو بس هو ومفاني بيبالة كيوتا. يقول القائل في الشعر ها وجدة مفسدتان للشعر ها الفراغ والشباب والجدة يعني الغنى المال إما تكون أي مفسدة مفسدة للنساء أو تكون مصلحة أي مصلحة مبكى أنا سيما قم بشياء wakati pamoja na nina الفراغ وشباب hakika wakati pamoja na pamoja na mali ghina almas pamoja na mali ni miongoni mwa vitu ambavyo mufsida lishab min almar'i mtu ambaye ni kijana min adam almufsada katika mapotezo au zinamjengea mtu kijana majengewa kwa mazuri kabisa kaifa na'lam الله تعالى ونعلم حق الوالدين ونعلم كويو هو وجانا بس لازم افهمه حق زوالي ولي كل ذلك الانسان لنفسه في المعارف والعلوم ما يوتي ايو يانا انت ketika نفسي إذا أحسن في بنفسه علما وسلوكا ويان كوجينغا katika nafsi yake ki ilmu na kitabia استطاع يعرف الحياة انا katika machaguo yake katika umri wake wa yasrif kima huwa anfa lahu na atakujifanya kila lenye umri wake aham ما يغيب كثير من الشباب اهم امر من الشباب نمنجي امبا يعني ونفهم وهو كل ما يجن العلم ومعرفه يرو سبحان على كذا الجانب ambao linakuwa balielewe ni kule kwa elewa yule yiwa akifunga na Mwenyezi Mungu subhanahu kwa kwa elewa umuhimu wa tabia كيف نحن اليوم محتاجين لأناس شباب ويتقن الطب ويتقن الهندسه ولكن مربوطه كم انا اسمع فهيو ukiangalia basi kwa hiyo tunahitajia vijana ambao takuwa wazuri katika fani ya elimu ya utibabu siasa ikiwemo elimu ya utibabu ikiwemo elimu ya hasa unakusudia hii engineering kwa hiyo hizi zote zinatakiwa fani hizi vijana kwa sharti kwamba waziunganishe kwa sababu wanasoma tu ida kama hizi basi dawa kawaida waziunganishe ilmu huwa taala كان لنا اثنين ثلاثه من الشباب في الحجاز في الثانويه او من مرحله الثانويه دخلوا التزم اسبوع عند من في جده يسوي حداد فصاروا يترددون عليه سبح في قلوبهم حب سبحانه وتعالى والتعلق بالله سبحانه وتعالى صار مدرس في المدرسة مدرس تخرج من الجامعة مدرس وهذا تخرج طبيب كان مفانو وبيجنا ويلي مكوا و و يا انا كويس كو ها بينا ويلي ذا مرحله ذا المدرسة لكن هو كوا درس حامد بن علوي احمد بن علي حامد بن علوي الحداد الحداد ومن يفونغا هو ni halaka kama hii walijifunga na shehe mmoja akawa ni msomi eh kama masala yakatoka hapo lakini wametaalima hiyo elimu yao sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo walikuwa wanatumia elimu yao katika sura kama hiyo sio hizo
na akaanza kusomesha au akaanza kuunda za matibabu na mengine. La, walikuwa wamemshika Mwenyezi Mungu ilipo wanachunga zile yale mambo ambayo watakuwa yachunga kwao katika mahala yao walifikia. هذا الطبيب ما مرت عليه سنين في يشتغل ويعمل في المستشفى بعد ان تخرج من الجامعه الا وفي نفس ameweza kutokana na kwamba kamshika Mwenyezi Mungu ameweza kutengeneza darasa ndani ya ile hospitali ambayo yeye alikuwa akifanya kazi. درس يعلمهم بعض شؤون الدين والاخلاق فقط. Darasa hiyo ilikuwa anawafundisha mambo madogo madogo tu yanayohusiana na dini yao pamoja na tabia. Lakinahu yataamal bihusn al-akhlaqi wat-tiba ma'a an-nas kulluhum. Lakini anaweza kufanya kutendeana matendo na wenzake katika hali ya matibabu na watu wote katika hali ya tabia. Wa ta'lamun anna alladhi yaqum bi dawra at-tamrid allihi al-mumarridat wal-mumarridin aktharuhum min al-filippin. ومن بلد الفلبين ياتون ويصيروا ممرضين واكثرهم مسيحيين. اننا فهمنا كما wale manesi zinaitani ممرضين wale manesi ambao wako katika mazingira wanatoka katika mfano kama nchi za Filipino na wengine wanakuja wengi wao si waislamu lakini yeye alikuwa kitaamali nao katika taamuli nzuri ya kidini na akhlaq. ما مضت سنه في الدرس الا واسلم قرابه 27 ممرض وممرضه على يد هذا الشاب. فليو هالكوبيتا مكه مmoja isipokuwa wale mumaridhin yani wale manasi ambao walikuwa nakuja ambao si waislamu basi wameweza kuslimu kupitia huyu kijana ambaye amepita katika marhala za mashehe hawa akasoma akaweza kusomesha na yeye akafundisha utabia basi wameweza kuslimu zaidi ya wao waliokuwa manasi wa kiume na kike wapatao 27 na zaidi. وذاك المدرس صار له عند الطلاب الذين يدرسهم محبوبية في قلوب الطلاب لذلك المدرس فصاروا يذهبون عنده البيت ويعلمهم الأخلاق ويعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرهم في كثير من مجالس أهل مكة هناك فصارت تعدلت أخلاقهم وتقومت سيرتهم. الآن هو قده المدرس هذا قده شيبة خلاص قد صار كبير في السن ولكن ما زالوا الطلاب الذين كانوا معه في البداية إلى الآن يترددون عليه ويحترموه ويحبوه ويفضلوا تدريسه على بقية المدرسين كلهم. هي هذه سر الصلة بالله سبحانه وتعالى. أكسمة كم بهوي عليه كوانا سوميش katika masomo yake ambayo amesoma ya kiskuli basi ameweza kupata wanafunzi ndani ya kusomesha kwake akawa wanampenda na wanamfanyia ziara mpaka katika umri wake wa utu uzima wale watu walifikishana naye na walikuwa hawaoni zaidi ya yeye kwamba ni katika walimu wazuri. Kwa hiyo akaweza kuwatengeneza kutokana na kupokea tabia zao na kuwatengeneza kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ameweza kuwa convince hawa watoto wakaweza kumkubali yeye na akaweza kufuata tabia zake yeye mpaka katika umri wake wa utu uzima. Ikhwani, ma maksudana min hadha al-kalam kullu, ma al-maksud ya ulakhis lak maksud hadha al-kalam kullu. Anasema kwamba enyi ndugu zangu, nini makusudio ya maneno yote ambayo ameyazungumza Sheikh? Anasema atakufanyieni ufupisho wa yale ambayo ameyakusudia kuyaeleza. Awalan an ta'lam annaka shab wa fi marhalatin min umrika min ahamm al-marahil. Awalan an ta'lam dhalik. Kwanza ufahamu kwamba wewe kijana upo katika marhala, ni marhala ambayo ni muhimu kabisa na ni marhala ambayo ni muhimu sana kwa wewe kuifahamu kwamba hiyo ni marhala unayotakiwa wewe uifahamu. Al-amr athani an la tastaghni bi'aqlik wa bi ma'rifatik allati 'indak al-mahduda, la tastaghni bidhalik. Alafu usijitosheze au usitosheke na ile fikra yako tu na ule uwezo wako tu ule kuwa unao ambao una mipaka, usitucheleze na hilo, bali kuna mengine zaidi unatakiwa uyatambue. Fa anta muhtaj ila an tashab ithnain, basi wewe unatakiwa ufungamane na vitu viwili. Tashab shakhs alim au arif au qaid,
يعرف كيف يمشيك في الحياة، كيف يسيرك في الحياة. لازم أفهمك أنا متو أمباي نكيونغوزي من يكويوا نمني علم. لازم أفهمك أنا متو كماهو أمباي أتكونغوزا وو بيب وش كت كماهو. حتى يسيرك صح في الحياة. متى أكونغوزا كت كماهو اللي هو صحيح كت كومي. الأمر الثاني أنت محتاج أن تعرف من أصحابك الطيبين الذين هم في سنك أو أقرانك، تختار الصحبة الطيبة. Alafu jambo la pili utafute urafiki mwema katika katika wale ambao wamefungamana na wewe katika watu ambao wanakwendana na umri wako. Lazima utague nani wa kukaa naye. Nani wa kumrafiki, nani wa kuwa naye pamoja. Fala takhtar min al-ashab as-sayyin. Usitafute wale marafiki waliokuwa wabaya. Au al-kaslanin ad-da'af. Au waliokuwa madhaifu na wavivu. Au ashab al-malahi wal-ghafla. Au watu ambao wanapenda mambo kipuzi. La, ikhtar man yuzidaka himma. لازم أتفتي وقت وانباو ونكوزيديشا ووي بدي ويزيدك عزيمة على الحق وعلى الصح ونكوزيديشا بنديل بدي يكتاكدوا يلقوا يقولي يلقوا صحيح. هذا أمر لا عليك أن تختاره بس جنبوهي لو للقوة يكتاكدوا. الأمر الثالث أن تعرف قدراتك. جنبو لتاتو نكوزي كتنبوه ووزواك. ماذا تريد ونتكنين وماذا تريد أن تكون ونتكوه فيفي. ها إذا عرفت ذلك أحسن تحسن بعد ذلك العمل بمراقبة الله سبحانه وتعالى. شكل يوهايو بس أتاليوا فيبي ويفونج مبوياكو نمون يزمون سبحانه وتعالى. ونحن وآباؤكم وأمهاتكم والعلماء والرجال الصالحين وكبار السن كلنا محتاجين لكم. تنبويني بس من البيانة فبا وزينو وكيمو ماما زينو بابا زينو واتوا علمو والصالحين نواتو وهما بس هاو ووتي ونكون تجينيني البيانة محتاجين للشباب الذين عندهم وعي وفهم وإدراك للعمر وإدراك لمعرفة ماذا سيكون. لابد أن يكون عندنا شباب يدركوا هذا الأمر وعليهم تقوم النصرة. بس وتفهموا وسيبيانا قام وفهموا لقوا وسكيب كبيسة قام وقت وانا تهتدي أسيسي katika masala mazima ya ilmu na kujitambua vipi tunataka tuwe. Kwa hiyo hilo kijana lazima alifahamu na alitambue. Zadakumullahu khairan. Mwenyezi Mungu kuzidishie. Wafagakumullah. Na kuwafikisheni katika. Wa ana adullukum kama dallana shuyukhana. Na sisi anasema ana kuashirieni ala kuashiriwa wao na mashaikh zao. Ala arba'ati awqat. Katika nyakati nne. Idha hafaz 'alayha al-insan hafiz Allah lahu az-zaman. Atakapohifadhi mambo manne hayo au wakati katika nne hizo basi mtu atakapohifadhi basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamhifadhia katika wakati wake. Yaani anna Allah yu'tihi barakat az-zaman. Mwenyezi Mungu anatia baraka nyakati hizo akiwa atazihifadhi. Fayakun ma ya'maluhu min a'mal yujid annaha fiha khayran kabiran. Atakuwa anafanya amali inazidi kama ndogo lakini inakuwa ina khairi nyingi. الوقت الأول قبل الفجر ولو بخمس دقائق قم واذكر الله سبحانه وتعالى. وقت وقوانزا قبل الفجر قبل الفجر إنوكا نمو بمسماها من يزمون ولو خمس دقائق. ثم بعد ذلك من الفجر إلى الإشراق وعند طلوع الشمس تصلي ركعتين. تصلي ركعتين سنة الإشراق والضحى. ثم بعد ذلك ما قبل المغرب ولو بعشر دقائق أو خمس دقائق. بعد صلاة المغرب. قبل المغرب. قبل المغرب. قبل المغرب. ذلك قبل صلاة المغرب. ولو قد اكتتنوا أو كم. تستغفر الله سبحانه وتعالى فيها. أمم بمن يزمون بمسماء كتكتيوم. تكثر من الاستغفار. وكثير يشك أمم بمسماء. ثم ما بين المغرب والعشاء. كشة بين مغرب وعشاء. تكون فيها على ذكر وعلى حال من الخير وعلى شيء من القرآن أو تحضر فيها درس علمي أو شيء من الأعمال الطيبة الخيرة
تقوم فيها. بس وقت كما هو vile vile usimamishe mambo yaliokuwa ya khair ikiwemo dhikri ikiwemo kusoma Qur'ani ikiwemo kuhudhuria madarasa ikiwa yapo au amal khair au matendo yote ya khair uyafanye katika mahungu baina al-maghrib wal isha. هذه الاربع الاوقات تعطيك بركه العمر كله. نكات هذه النينه بس تستقول وهي بركه يا عمر الوقت. وانا باك تجربها لمده اسبوع. انا كمبيا هبو كا وجربوا فمده ويكي واحده. شوف الاسبوع هذا كيف يمضي عليك. انغاليا ويكي هي تكون بيبي كوكو وهي. تجد حتى نفسيتك مرتاحه. وتجد انك نفسك تكون هنا راحه. وتجد فيه من الاوقات من البركه ما لا كانت تجدها في غيرها. وتوقفت وقت كما هو بركه امبالي هوجاي كيفاتا توكي هابو 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 لفوق هنا ترتيب. وفقنا الله واياكم للخير. بسم الله يزمون برضه في بشكل خير. امين يا رب. امين يا رب. واجعلنا واياكم قره عين. امين يا رب. لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفتح لنا على ايدي هؤلاء الشباب حقائق القوه والهمه والعزيمه. امين يا رب. امين يا رب. امين يا الله. امين يا رب. يا حي يا قيوم. نسالك رضاك والجنه. امين. نعوذ بك من سخطك والنار. نسالك ان تحفظ شبابنا وكهوننا ونساءنا ورجالنا وصغارنا وكبارنا. نستودعك اياهم يا حي يا قيوم. فهما وديعه عندك. نسالك ان تنظر اليهم خصوصا اولاد وشباب هذه البلاد. آمين. اللهم إن هذه البلاد قد دبغت بأرضها بالعلماء. آمين يا رب. وبالأولياء يا رب. والصالحين يا رب. فلا تقطعها عنهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. آمين. ارزقنا الحفظ في جميع أحوالنا. آمين. وشؤوننا. آمين. وتقلباتنا. آمين. والطف بما تبنا. آمين. فيما تجري به مقاديرك. آمين. يا أرحم الراحمين يا, رب. يا أكرم الأكرمين يا رب. نسألك زيادة في الدين. آمين. وبركة في العمر. آمين. وبركة في العمر. آمين. وصحة في الجسد. آمين. وسعة في الرزق. آمين. وتوبة قبل الموت. آمين. شهادة عند الموت. آمين. مغفرة بعد الموت. آمين. وعفوا عند الحساب. وأمانا من العذاب. آمين. ونصيبا من الجنة. آمين. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. آمين. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أحسنت. بارك الله فيك. الله يكرمكم. بارك الله فيكم. في مجال الأسئلة الشباب عندهم أسئلة أو شيء؟ أنا سمع كما كنا من تونا سوالفه بس يا توريس. نحن كافا نفس الزيان. أسمع الشباب. فيو قادوا على زوجي أنا زكانا وابغى نفس الزيان كم لكن ما هذي كما كوفن كم لنا. مع احترامنا للكبار ها. مع احترامنا للكبار ها. أسمع بيدا بيدا نحشنا ولا لكن فقط على زوجي زيان كلنا إيه. أنا سمع كما كنا سوالفه بس أنا زكاوليزه. أحسنت. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلي من غير ميكروفون. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. من قال الشيخ ان المكلف مسؤوليه شيئين من المكلف؟ انا اسمع هو يقول اسالك لا اظن قال بين المكلف والمسؤوليه بين التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي على الصغير حتى يبلغ وعلى النائم المجنون حتى يقضي. الإنسان وصل إلى سن البلوغ صاحيا ما هو سكله وغير مجنون وصل إلى سن البلوغ مع التكليف. ومعنى التكليف أن صارت التي أوجبها الله عليه واجبه محرمة عليه الملكان حسب وسيئاته. هذا معنى. وأما قضية المسؤولية وكلكم مسؤول عن رعيته. ربما الغلام هذا الصغير أمه وأبيه في البيت وعن وقت. وربما يكون المرأة مسؤولة في البيت. ربما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عمله والعبى والخادم. كلنا مسؤولين. المسؤولية التي هي إيش؟ المراقبة في العمل. هذه مسؤولية. تخرج من عملك
كان عنده دكان لكن يضع ولده الصغير في الدكان خلاص صح؟ كيف ما بينك وبين في معينة أنت تصير تكون فيها ممكن يصل إلى سن له ما هو بخروج الأني وإما 15 بيذي للرجل للمرأة فقط ها؟ شوفكم نايمين ولا صحيح أنا سمع يا أولاد صوتي بين مسؤولية التكليف أما كيفوا إنك نيبار تقتل يحديث عن الكلام عن ثلاثة عن صبيه حتى يفيق حتى يبلغ حتى يبلغ وعن المجنون وعن فلان من لوغو من لوغو فتح عليه وقوده وعن نائم حتى يصحى يستيقظ ويستيقظ ويو في حديثي إن فوليشة تكليف وان بحرارة اللي بنحرك فيه نجيه مكلم عن المجنون حتى يفيق وعن المجنون حتى يفيق نبيل دولة يكرمتو حنا أكيد انفكى الزمكان إذا ليه أكيدات ويو كان غليك وان بحرارة دولة تكليف ماش معنى التكليف البلوغ البلوغ ايش معناته ما معنى البلوغ البلوغ لا كسر كتب تفسير كسر مني ما أنا قبالي قبالي ما ليه قبالي أقول إخوة وألام ما ألم أقوى ذا قبالي وانزا ممكن تفكية أمي ومي أكون كان وهي نقول لكم منمك نم ونمي ألاف بلا بلا كتقونا من يوزاز يرد حفظ من يوزاز بس أن يفهم كما يك سقوى بالي نبيل بلا وحظ لكن رجل اكسمه فيك ومنمه الى قندلين ملالا او قماش لكن نبي طبعا منمه فني حقيقي نحيف ويا رجاء اكسمه طبعا نبي لبيله منمكي انا تكليف صحيح ويا كيانغاليا بيتو ديويلي وانا امبطنا نا نبي وتوين ممكن انا منمي لكن موجه انا كنا منمكي بكيا خروج المنيه نعم خروج المنيه خروج المنيه الذكر والانثى بقى كنا watu wanauliza je mwanamke anatoka na mimi nani anatoka lakini yeye anakuwa hafahamu tu tofauti baina ya maji ambayo ni watu lakini mwanamke na mwanamume wanakuwa na mali na vile vile wao wenyewe wanafikia umri wa 15 lakini tusi pamoja ana mwanamke pekee yake mwanamume hali kama nzuri nayo ni kutoka na hedhi na hii yote ni alama za umri wa kitu halafu akasema masuhulia yanakuja kama masuhulia yanakuja katika umri wa aina yote hautaki taklifu hautaki kufikia umri wa taklifu hauna hii masuhulia hata mtoto mdogo anasikana kwa na masuhulia sawa atakuwa na masuhuli na wazee wake kwa sababu masuhuli ni kuchunga kujichunga wewe na yale ambayo yamekuzunguka katika zamani haya ndio masuhuli kwa hiyo hata mtu mdogo anaweza kuwa na masuhuli ukitaka mtu mdogo mkadukani utamwambia kaa hapa shughulikia hapa basi atakuwa na masuhuli kwa hiyo masuhuli ni kuchunga yale ambayo wewe yamekuzunguka na taklifu ni kufikia umri maalum na kufikia hali maalum ambazo alama zake katika kubale kama tulivyosema نسيت القرآن إكواز تمام بسرعة خلاص يا كريم بارك الله فيكم أجمعين حفظكم الله ورعاكم جزا الله خير الشيخ محمد سليمان خير الجزاء على دعوته لنا ويحفظكم الله يبارك في هذا المسجد والقائمين عليه ويجزيه إن شاء الله خيرا على استضافتنا وعلى هذه المحاضرة ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم إن شاء الله أجمعين ويبارك فيكم وفي هؤلاء الشباب والطلاب ويحفظكم ويرعاكم آمين يا أرحم الراحمين نصلي العشاء عند ما قلت لا زاك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته kuna matumaini kwamba wanaendelea hao
baadaye wanageuka nazi kavu, wanakuwa nazi mpaka inakuwa kila nazi kavu inapukutika. Kwa hiyo mzee kwa mujibu wa umri wake amekuwa sasa wanazi kavu, lakini kijana amekuwa ni kidaka, kuna matumaini, lakini kuna kidaka, kuna kiwango. Kwa kila siku na ujana anaona hawezi kuondoka, nadhani vidaka kuporomoka vile vile, lakini nyingi zinapoanguka ni nazi kavu. Kwa hiyo wazee wao wanapo matumaini yao hasa ya kuishi ni madogo zaidi kwa sababu ya umri wao, lakini vijana wanayo nafasi bado, wana ile rangi ya kijani ya kidaka bado, wameshika mabichi bado. Kwa hiyo wao wana nafasi, ndio maana wanazungumzwa vijana, kwa sababu wanacheki nafasi zetu ilikuwa na uko mbele kwetu. Kwa hiyo ilikuwa ni vizuri sana vijana wao kuuliza maswali mengi 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 kwa sisi. Wakati tunasema kwamba umetupita, lakini ningeomba mimi nichukue nafasi, ningeomba mimi nichukue nafasi kidogo ni muulize swali kabla kwa dini. Zifahamike hizi saba saba hizi ambazo tunazungumza za umri, ambazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizungumza saba saba saba. السبعة الأولى اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني ما قبلها ما تأمرهم بالصلاة، لكن يبدأ يعلم الصلاة قبل السبع، لكن لما يوصل عمره سبعة مروهم بالصلاة لسبع، يضربوهم على يديها عشرة. ثم بعد ذلك أخذ العلماء رئيس النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الأولى والسبعة الثانية، ها يقولوا إن السبعة الأولى هي الصبي يكون في حضن أبويه يعلموه وهو سن اللعب للأطفال، يصلي الطفل هذا في السبع سنين يلعب ويمرح ويخرج كل ما عنده من طاقة اللعب، وكذلك ما تريد له من العلم يبدأ يغرس فيه حب العلم وحب الجلوس والأدب والأخلاق في السبع سنين الأولى. أستاذ محمد جزاه الله الخير عن مريز أسواله kwamba Mtume Muhammad SAW alizungumzia sabaiyat, yani hizi saba saba nyingi anazitaja katika maneno yake Mtume SAW. Sasa alikuwa anataka kujua hizi saba saba hizi zina siri gani au zikoje hata Mtume akanafuta sana. Kwa hiyo Sheikh hapa akajaribu kujibu kwa kusema kwamba hizi saba ni kwanza amesifu swala zuri, alafu akasema kwamba hizi saba kwanza, saba ya kwanza inakuja pale Mtume Muhammad SAW aliposema muru auladakum bisala fi sab'i au bi sab'i, wakatafika umri wa miaka saba. Kutokana na umri basi miaka saba ndio Mtume Muhammad SAW ameamrisha mtoto afundishwe sala na alafu baadaye apigwe akifikia 10 na kuendelea. Na vile vile akasema saba nyingine ambazo zinakuja hakuzizungumzia Mtume isipokuwa maulama wamezizungumzia katika sura ya kwamba umri wa kabla ya miaka saba mtoto aachiwe kidogo awe anapata ule utoto wake kucheza na kufanya hali ya utoto. Kwa hiyo hii ni ana muda wa umri wa miaka saba, kwa sababu ukiingia saba atakuwa anaanza takdifu zile za kisheria kuanza kufundishwa. Kwa hiyo kipindi cha kabla ya saba kuanzia moja mpaka saba basi pale ajitahidi katika ule utoto kuutumia, mzee ampe nafasi hiyo, lakini ndani yake amtunge zaidi katika kumpa masuala ya kielimu. Saba thania yabda fiha marhalat at-ta'lim wa at-ta'rif wa tahmil al-mas'uliyyah, يبدأ يحمله مسؤوليات بعض الأشياء قبل أن يكلفه إياها، يبدأ يعلمه، يعني يكثر فيها التعليم أكثر من اللهو في السبعة الثانية، أكثر من الغفلة، أكثر من اللعب، أكثر من اللعب، تكون أكثرها إيش؟ تعليم، توجيه، مسؤولية، تعريف،
في السبعة الثانية. Alafu baada ya miaka saba ya mwanzo ya kuachiwa yeye kupata fursa ya kucheza na kufanya yake ya utoto na ndani yake akapata taalimu, lakini katika saba ya pili hii ya kuanzia hapo saba alipotakiwa ajifundishe ilmu na mambo mengine, basi hapo akaziwe kidogo, afahamishwe majukumu, afahamishwe vile vile akaziwe katika masuala mazima ya ilmu, asiwe anaachiwa anaendelea na utoto ambao amepata katika saba ya kwanza. أكثر من اللعب قلتها؟ أي نعم. طيب. وتأتي بعد هذا يأتي مرحلة التكليف وتحميل المسؤولية والمراقبة وأن يكون ذلك بعد السبع سنين خلاص يعتبر يتحمل مسؤولية نفسه بكامل الوعي والإدراك والتعليم والإرشاد. ويبدأ هو يباشر الأشياء في السبعة الأخيرة، هو يباشر الأعمال، هو يباشر المسؤولية، وأنت فقط تراقبه من بعيد في التربية، توجهه من بعيد بس وتدعو له، حتى يقول بعدين نقول، حتى يقول بعض العلماء السبع سنين الأولى بالنسبة للوالدين، بالنسبة للوالد السبعة الأولى يسموها يعني فرحة تعتبر الفاكهة، والسبعة الثانية يبدأ يكون هو مثل الخادم عندك، اذهب جيب كذا، اعمل كذا، جيب لي كذا، خذ كذا، اطلع كذا، سوي كذا. بعدها السبعة الثالثة يكون ايش؟ صاحبك او اخوك، بينك وبينه اخوة وصحبة، ما رأيك نعمل كذا؟ ايش رأيك فلاني نروح هناك تستشيره وتاخذ وتعطي معه. والسبعه الثالثه ما بعدها السبعه الرابعه خلاص هذا يصير صاحب اخوك، تصير انت ابنه بعدين، خلاص من بعد السبعه الرابعه يصير انت هو مسؤول وهو الذي يوجه. هكذا انا اسمع. طبعا كتك سبعه يا بيلي هي ني سبعه ambayo mkazi, lakini wa maulama wanasema kwamba hizi marhala za saba saba hizi ambazo anapitia kijana, basi marhala ya kwanza huonekana kama ni tunda, mzee humuona mtoto kama ni tunda, na ndio upo mfano huo kwamba tunda na tunda unavolienzi na unavolitunza ili kwamba linakupendezesha. Atakapovuka saba ya kwanza, na ndio saba ya kucheza kwa naye na kuwa naye pamoja katika masuala mazima ya mchezo na kumfanyia ule tunataka alipata katika umri kama ule. Saba ya pili hii ambayo saba ya matunda kivuka kija saba ya pili hii, saba ya pili inakuwa saba ya kuweza kumtuma wewe, kuweza kumtuma na kama ni mtumishi wako, unamwambia fanya hiki, fanya kile. Kwa hiyo amesha tunda tena, kwa sababu mwanzo alikuwa akapata deka yeka, na ukimwenzi na anachotaka unampa, na wewe unafanya wewe ndio kuwa sawa. Lakini katika saba ya pili unaanza kumtumia, na saba ya tatu itakapokuja anakuwa tena kisha kuwa rafiki yako, yani ambaye anataka ushauri, yani unamshauri kwa na yeye unamsikiliza kwa mambo. Na saba nyingine zikija tena anakuwa yeye ndo anaendesha mambo, wakati wewe tena ndo unamtizama kila kitu anafanya yeye. Kwa hiyo mpaka wanasema kwamba hizi saba zinakuja katika design kama hiyo. Wa بالنسبه للمربي والمعلم، المعلم غير الوالدين، ها بالنسبه للمعلم السبع سنوات الاولى تعتبر يعني تاديب، يسمونها سنوات سبع تاديب، والسبعه الثانيه تعليم، والسبعه الثالثه تدريب او تجريب، ها وبعدها خلاص يصير هو معلم، يصير خلاص تطلق رهانه. اما هي سبا يا كوا بريزوم ni saba ya wazee kwa watoto. Ama saba ya pili kwa upande wa pili inakuja ni saba ambazo zinafungamana na baina ya mlezi ambaye ni mwalimu na mwanafunzi. Saba ya mwanzo anakuwa anamfundisha adabu. Saba ya pili anakuwa anamfundisha ilmu. Saba ya tatu anakuwa yeye kisha kuwa alim na mjuzi. Tadrib.
anamfundisha anampa mazoezi. Saba ya kwanza anamfundisha adabu, saba ya pili anamfundisha masomo, na saba ya tatu anamfundisha kuyafanyia kazi masomo, na saba ya nne tena anakuwa kisha kuwa ilmu na kisha kuwa na ilmu na kisha kuwa anafahamu mambo. Kwa hiyo pale anamwachia katika sura kama hiyo, yabda yuallim ha ويأخذ الدور إلى عمره 40 سنة. كانوا علماء حضرهم إلى عمره 40 سنة خلاص يبدأ يطوي سجادة التعليم ويبسط بصر العبادة ويدخل في الخلوة والعبادة بعد 40. لكن كثرت العلماء، لكن اليوم ما في علماء كثيرة. يطوي ما؟ يطوي سجادة. مجال التعليم خلاص ما عاد يعلم، يبسط بساط إيش؟ عبادة. عبادة. أنا سيما katika marhala ya saba ya mwisho tena ya kufundishwa na kujua, basi huyu ataendelea mpaka kufika umri kama umri wa miaka 40, bado yeye anakuwa anajiendesha mwenyewe na anajifunza mwenyewe, na vile vile ana ufundishwa wale ambao wanamlea, lakini katika sura sio sura ya saba za mwanzo zilizopita. Na anasema kwa maulama wa Hadhramuti wao wana tabia kwamba kisha kufika umri wa miaka 40 tena taalimu inasimama. Inasimama taalimu pale tena, lile busati la taalimu linakunjwa na linafunguliwa busati la kufanya ibada. Kwa hiyo pale anakuwa mtu anajifunga na ibada zaidi kuliko kusoma. Kwa hiyo kusoma tunaambiwa hakuna mwisho, lakini maulama ambao wamesoma wamejipinda umri wao wote kuanzia utoto wao mpaka kufikia umri wa miaka 40, wakifika pale tena huwa wanaangalia zaidi kufanya ibada, kwa sababu ilmu itakuwa washiba nayo. Kwa hiyo kama ni nasiha, nataka kwamba tushibe katika sura kama hiyo, na tukifika umri kama huo mtu akunje tena bisa bila kusoma na ajishughulishe zaidi na ibada. Wafakakum Allah, jazakum Allah khair sayyid. Inshallah ikun aljawab kafi. Kafi inshallah. Ana inda suali. عاد شو وقت ولا خلاص؟ وقتي وقت اي وقت ضيق شو انتهى الوقت؟ بس يريد منك مقطع دعاء منكم نريد منك الدعاء. انا قد دعوت خلاص بقي انت. علي وحبيبي سمعني سمعي دعاء. امين امين يا الله بالتوفيق، يا الله بالتوفيق والعافيه والصحه والقوه والقبول عند الحق سبحانه وتعالى. يمتعنا الله بعافيتنا، ويمتعنا الله سبحانه وتعالى بقوانا ابدا ما احيانا، يمتعنا بوجود شيوخنا وعلمائنا وصلحائنا ان شاء الله تعالى. وهؤلاء الشيوخ والعلماء ربنا ياخذ بايديهم ويوفقهم لما يحب ويرضى، ليبارك في هؤلاء الشباب ويجعلهم قرة عين ويثبتهم النبات الحسن ويوفقهم لكل خير. يا كريم يا ارحم الراحمين، اهدنا واهدي زوجينا وابنائنا واخواننا واصحابنا وقراباتنا، واجعلنا في الهدايه حتى نلقاك على نور لا اله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر اسرار الفاتحه. يا ربي عفوك، يا ربي عفوك، احسانك.